السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا من جديد بتلاميذ وتلميذات المستوى السادس وغيرهم كذلك في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو درته أبار الفيديوهات اللي كندير على الكتاب تاع ميزا بخونتيساج، وبغيت نشوف إذا كان التفاعل مع هذا النوع تاع الفيديوهات. غادي نبقى ندير هذا الفيديوهات توما هادو تاع تعلم اللغة الفرنسية بعيدا على الكتاب، بعيدا على المقرر. اول حاجه غادي نديرها ان شاء الله هي هذه، غادي نحاول انني نبريزونتي راسي، يعني جو مو بريزونت، نقدم راسي. كيفاش نقدم راسي ملي يسولني شي واحد يقول لي مثلا عرفني براسك؟ بحال هاد البريزونطاسيون كتكون في الشركات ملي تبغي تقدم لشي شركه، ولا ملي يسولك شي واحد شكون انت ولا شي حاجه. اذا شنو غتقول؟ غتقول بونجور ولا سالو ولا بونسوار على حسب الوقت ديال النهار. من بعد غتقول جو مابيل، وغادي تقول السميه ديالك. من بعد غتقول العمر ديالك، جي 10 11 12 13 على حسب العمر ديالك، 7 8 9. جو سوي ايليف ا لا بروميير اني دو كوليج، مثلا الا كنتي كتقرا في الاولى اعدادي غتقول جو سوي ايليف ا لا بروميير اني دو كوليج. جو سوي ايليف ممكن يقولها الذكور، ممكن يقولها الاناث بجوج. إذا كنت كتقرا في السادس غتقول جو سوي إليف على سيزيام أني دو بريمير، ولا على سانكيام أني دو بريمير، ولا على كاتخيام أني دو بريمير. من بعد غتقول فين كتسكن. جابيت أ أكادير، جابيت أ كازابلانكا، جابيت أ رابات، جابيت أ دوار كادا، ينسي دو سويت. من بعد غتقول غتهضر على الهوايات ديالك، مثلا شنو عزيز عليك دير في وقت الفراغ ديالك. باغ اكزومبل جيم جوي لو فوتبول، جيم جوي لو باسكتبول، جيم جوي لو فولي بول، جيم جوي لو تينيس. ولا مثلا الا ما كانوش هادو عزاز عليك، ممكن تقول جيم لا ناتاسيون، يعني السباحه، لي كيستخ الفروسيه، لا كورس، السباق. وعاود تاني ممكن نقول جيم لو فوتبول، لو باسكتبول، لو فولي بول، بلا ما نقول جيم جوي. ممكن نقول عاود تاني جيم لو فوتبول، جيم لو باسكتبول، جيم لو فولي بول، جيم لو تينيس. من بعد ممكن تقول شحال من خوت عندك، وشحال من شحال من اخوات، وشحال من خوت. الذكور لي فغيغ، والاناث سوغ. الى عندك مثلا بزاف غنقول غنكتبو بهذه الطريقه. اما الى عندك واحد غتقول جي ان فغيغ بلا اس، او ان سوغ بلا اس. من بعد ممكن تهضر على الخدمه ديال باك ولا امك. ممكن تقول مثلا مون بير اي ان مونويزي، نجار مثلا، اي ما مير اي تون فام دو فوي، الام ديالي ربات بيت. انا درت لكم مثال تاع نجار هنا بالنسبه للاب. ممكن تبدلوا نتوما ان مونويزي بشي حاجه اخرى، اي مهنه اخرى. باهي وفي الاخر مثلا ممكن تهضر على الحلم ديالك في المستقبل. الوغ مون غيف اي دو دوفونيغ ان ميدسان، حلمي ان اكون طبيبا. باغ اكزومبل هذا غير مثال. مون غيف اي دو دوفونيغ ان انجينيور، حلمي ان اكون مهندسا. ان بيلوت، ربان طائره. ان بوليسي، بوليسي. ان جوندارم، جوندارم. ان مينيستر، وزير. ان بروفيسور، استاذ. اي توا، يعني الا بغيت تسول شي واحد اخر على الخدمه ديالو، نتوما اش غادي ديروا؟ غتقدوا ليا هذا الشيء، غتقدوه ليا في التعليقات، غتعمروا هاد البلاصه ديال النقاط، غتعمرهم. واللي عنده الواتساب ممكن يسجل ليا اوديو في هاد الشيء ويصيفطو ليا، وانا غادي نصحح ليه. اذا هكا باش غادي نتعلموا الفرنسيه. و الى لقيت تجاوب مزيان مع هاد النوع تاع الفيديوهات راه غادي نستمر في هاد الشيء. من بعد غنحط حوارات، غنحط يعني الامور اللي غادي تعاونكم ان شاء الله انكم تعلموا اللغه الفرنسيه بشكل جيد. نتمنى انني توفقت في الشرح، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.